عادت المطاعم والمقاهي لفتح أبوابها من جديد في البحرين، وهناك أمال كبيرة بأن يكون الأسوأ قد مر وأن يبدأ أصحاب الأعمال في تعويض خسائرهم مع تعطش الناس الكبير للخروج من منازلهم بعد طول انتظار رغم حرارة الصيف. قطاع المطاعم والفنادق البحريني كان عند فوهة مدفع أزمة كورونا طوال الوقت، حيث تراجع الناتج المحلي من القطاع بحوالي 43% خلال العام الماضي 2020، واستمرت الضغوط خلال العام الحالي. أزمة كورونا أثرت على القطاع المطاعم بكثرة، لسبب أني أحس أن في مطاعم سكرت وفي مطاعم ما تقدر حتى تحط استثمار، لكن في ناس مقتدرة تقدر تواصل وتقدر تضخ، وعشان كذي لازم التاجر يبتدي يفكر انه هو شلون يتجه اتجاه ثاني، يعني يكون استعداده حق هاي الاشياء، حق الاقلاق. الدعم المالي الذي قدمته الحكومة البحرينية للقطاعات المتضررة من كورونا خفف من وطأة خسائر المطاعم والمقاهي، والرهان حاليا على اطلاق سراح الانفاق الاستهلاكي مع فتح الاقتصاد. اليوم نشوف الوضع أحسن، الأعداد نزلت في البحرين، المصابين، الحياة أفضل، ابتدى الانفتاح يصير، يعني إن شاء الله بإذن الله أن نرجع ونقوم على ريلنا مثل ما قلنا ونعوض كل اللي خسرنا وتكون الحياة أفضل. ابتدى حتى السواح السعوديين أشوفهم هني يوميا كثرة في المنطقة هذه، فمعنات الحياة رجعت تنتعش. المطاعم والمقاهي البحرينية تستعد لمرحلة من الانتعاش ونسيان الماضي مع عودة الحياة لطبيعتها وتدفق الزبائن من جديد. محمد الباز، سكاي نيوز عربية، البحرين.